حاجة عرفت انه امير في الفيلم فصراحة اتحمست لان انا يعني بحب امير من زمان قوي، وبرضو عرفت الاستاذ عصام في الفيلم، وامير قال لي انه استاذ عصام مخرج شاطر قوي وهتحبي الشغل معاه جدا، فعملنا مقابلة كده هنا واتكلمنا، واستاذ عصام حمسني قوي قوي للفيلم، واخترنا اسم الشخصية مع بعض، واخترنا اسم ليلي هي اسم بنته، وفي نفس الوقت انا الاسم ده بحبه يعني، وبس قعد يكلمني عن الشخصيه وان هي بنت جميله ورقيقه، ويعني مش عايزه احرق بقى الدور، بس انا اتشدت للدور قوي، من الادوار اللي انا بحب اعملها اللي هي البنت الجميله الطموحه الرقيقه، يعني انا بحب النوع ده من الشخصيات، فتحمست قوي، والاجواء عامه في الفيلم كانت لطيفه جدا، كنا بنضحك كتير، كنا يعني استاذ عصام بجد خلى اللوكيشن اللي هو انا رايحه خارجه، انا مش رايحه شغل، انا مش رايحه احفظ واللي هو كده، لا انا كنت رايحه اللي هو مع صحابي بمثل، يعني كنت مبسوطه قوي، وبجد اخر يوم اتضايقت، مين اللي مشغل، مين يا جماعه التليفون ده؟ فبصراحه اخر يوم حتى انا اتضايقت، يعني اتضايقت ان احنا خلصنا، يعني كنت عايزه اكمل.